بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر، حياة القصر، من كتاب كليوباترا. لقد وصلت إلينا بعض التقارير عن حياة القصر، ولكنها ضعيفة غير موثوق فيها، حيث سمع بلوتارخ بعضها من جده لامبراس الذي سمعها بدوره من صديقه فيليوتاس الذي عاصر كليوباترا وأنطونيوس عندما كان يدرس الطب آنذاك بالأسكندرية. ثم إنه أصبح بعد ذلك طبيبا خاصا بأنطونيوس وأولاده. عند ذلك أتيحت له الفرصة لأن يعقد صداقة مع طباخ القصر بالأسكندرية، حيث كان الأخير يخبره عن بعض الأشياء التي تحدث بالقصر. ونورد هنا أولى الحكايات ومؤداها، أنه في أحد الأيام جهز المطبخ بثمانية خنازير برية للشوي، والتي كانت لأوقات مختلفة. وروي أحدهم أن مائدة أنطونيوس كانت لا تضم سوى 12 ضيفاً. ولو نظرنا إلى حديث كبير الطهاة لأدركنا مدى التبذير والإسراف الذي كان يقوم به القصر آنذاك، حيث يقول: لم نكن ندري متى سيأمر أنطونيوس بإعداد العشاء أو يطلب الشراب، ولهذا كان علينا أن نكون جاهزين دائما بالطعام والشراب في كل الأوقات. لقد كان كل شيء في القصر زائدا عن حده، مبالغا فيه، ولكن من أجل من؟ كان كل هذا من أجل إرضاء الخيال الروماني المتزمت. وبكل التقزز والامتعاض تناقل أعداء أنطونيوس في روما حكاية مونانيوس بلانكوس، أقرب أصدقاء أنطونيوس والموثوق فيه من أعضاء الاتحاد الرئاسي، والذي كان من حقه استعمال الختم الملكي. لقد خلع بلانكوس في أحد الاحتفالات جميع ملابسه وأصبح عاريا من رأسه حتى أخمص قدميه، وقد طلى جسده باللون الأخضر ممثلا بذلك شكل السمكة إله البحر جلاوس الذي بيده أقدار رجال البحر سعادتهم وتعاستهم. وقد حمل بلانكوس تاجا من المحار فوق رأسه وذيل سمكة. وبخصوص النواحي الأخلاقية التي تتعلق بالبذخ والتبذير والرفاهية، حكى لنا المؤرخون أروع الحكايات واستفاضوا فيها. والمثال الأكبر على تبذير الرومان وبذخهم قدمه بلينيوس الأكبر عن كليوباترا، حيث قال إنها كانت تملك أكبر لؤلؤتين في عصرها على الإطلاق. واللؤلؤ عند الرومان كان رمزا للثراء الفاحش آنذاك، كما أنه في أحد الأوقات التي جلست فيها كليوباترا على مائدة طعام ثرية مع أنطونيوس، راحت تتحدث عن تواضع هذه المائدة وفقرها حسب وصف بيلينيوس. عندئذ بادر أنطونيوس كليوباترا بالسؤال عمن تود أن تقدم له إضافة إلى هذه المائدة المذكورة، فأجابت بأنها تود بأن يكون قوام المائدة التالية 10 ملايين سسترسن. واعتبر أنطونيوس كلام كليوباترا مبالغا فيه، ودخل معها في رهان. وكشاهد وحكم على هذا الرهان كان موناتيوس بلانكوس. وجاءت الوجبة الموعودة شيئا غير عادي، غنية وثرية، ولكن كالعادة لم يجد أنطونيوس طعاما جديدا لم يجربه من قبل. وعند ذلك راح يضحك ويمزح مع كليوباترا التي خسرت الرهان. عند ذلك أرادت كليوباترا أن تفاجئه بالحلو الذي يأتي بعد الطعام، فما كان منها إلا أن حملت إليه كأسا مليئة بالخل،
في الماضي كانت كليوباترا ترتدي لؤتيها النادرتين اللتين كانتا من عجائب صنع الطبيعة، وبينما أنطونيوس يراقبها ويرى ماذا ستفعل، فإذا بها تلقي بإحدى هاتين اللؤلؤتين في الخل، ثم تنشف من هذا المشروب ببطء واستمتاع. وعندما همت بإلقاء الثانية في الخل وأرادت أن تفعل بها كما فعلت بالأولى، منعها بلانكوس واعتبرها هي الفائزة. ويحاول التاريخ تفهم وإدراك كل هذه الروايات من الناحية الإنسانية، بالرغم مما يبدو فيها من المبالغات والإسراف، كما أن بعض الكيميائيين أيدوا صحة الرواية السابقة، وهناك أقاويل أخرى معاصرة تقول إن كليوباترا قد ابتلعت اللؤلؤة، معتبرة أنها ستحصل عليها بالطريقة الطبيعية بعد ذلك. كانت كليوباترا وأنطونيوس محبين للطاولة، ويذهبان للصيد ويتسامران معا، كما أنهما كانا يلعبان اللعبة المفضلة لدى حكام جميع الحكام، وهي التنكر والسير في أزقة العاصمة. وعلى ما يبدو شعر أنطونيوس بأنه تلميذ صغير يستمتع بالأجازة، أو على الأقل سلك مسلك هذا التلميذ أثناء الأجازة، حيث إنه كان يذهب للصيد في بعض الأحيان، ولكنه لم يحصل على سمك بصنارته، فكان يضيق ذراعا بذلك. وعندما يرى كليوباترا تراقبه، كان يأمر الصيادين بأن يضعوا سمك في صنارته خفية تحت الماء، وفي النهاية يخرج هو الصنارة فإذا بالعديد من الأسماك عالقة بها. في اليوم التالي اكتشفت كليوباترا هذه الخدعة، فما كان منها إلا أن أمرت الصيادين بأن يضعوا سمكة مملحة سردينة في صنارته. وعندما رفع أنطونيوس صنارته ورأى هذه السمكة هكذا، انفجر ضاحكا مقهقها. ثم سرعان ما تروي كليوباترا إحدى النكات الطريفة أمام بطلها الذي قد يكون اغتاظ من اكتشافها لحيلته. عند ذلك قالت كليوباترا: دع السنارة لنا، نحن ملوك كانوب وفاروس، أما أنت يا إمبراطور فمجال صيدك هو المدن والممالك والقارات. ووقع قولها في نفس أنطونيوس موقعا مقبولا. وفي عام 24 بدأ أنطونيوس حربا جديدة، ولكنها هذه المرة ضد أرمينيا التي تسبب ملكها في إفشال حملته على الفرس عام 36. هذه المرة وفق أنطونيوس في حملته، ولم يحضر معه فقط بعض الغنائم، ولكنه أحضر ملك أرمينيا معه أسيرا إلى الإسكندرية. كان هذا النصر من وجهة نظر أنطونيوس باعثا كبيرا للاحتفال به كما يفعل الحكام في روما، وهو لم يكن أقل منهم. شكرا لكم.